سبحانه وتعالى وهبنا شخصيات مختلفة وجعل لكل شخصية من هذه الشخصيات صفة تميزها عن الشخصيات الأخرى. من أجمل وأقوى الشخصيات اللي وهبنا هي الله سبحانه وتعالى شخصية الإنسان الملهم. الإنسان الملهم ببساطة هو الإنسان اللي يقدر يأثر على الآخرين بدون جهد. طيب أنا كشخصية عادية أقدر أحول شخصيتي إلى شخصية ملهمة؟ ببساطة شديدة إيوة، إذا امتلكت كاريزما الشخصية الملهمة. أهم صفة من صفات الشخصية الملهمة هي الشخصية مغتنمة الفرص اللي تقدر تحول الفرص لصالحها. الشخصية اللي عندها رؤية واضحة، عندها هدف واضح لجميع أفراد المجتمع وعندها مبادئ تمشي على أساسها. عندها القدرة على الإنصات للآخرين، عندها القدرة على تحويل الفشل إلى نجاح، عندها القدرة على التعاطف وعلى حب الآخرين. شخصية جدا جدا رقيقة وفي نفس الوقت شخصية جدا حازمة وسريعة البديهة وبتاخذ قراراتها بسرعة. شخصية عندها القدرة على العطاء، شخصية جدا رائعة. أتمنى إنكم كلكم تكونوا شخصيات رائعة مثل الشخصية الملهمة، والله يوفقكم يا رب.